بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الأخ السائل يسأل عن سيدنا سليمان عليه السلام وتواصله مع الإنس مع الجن عفوا في الأوامر والنواهي، هل هناك كانت لغة مشتركة بين سيدنا سليمان والجن؟ الله جل وعلا قال: وهبنا لداود سليمان أن يعمل عبده إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال ربي اغفر لي حتى يضمن الآخرة. الله. ثم قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين، الشياطين مفعول به منصوب لسخرنا، يعني كما سخرنا له الريح سخرنا له الشياطين. والشياطين كل بناء وغواص، هؤلاء ممن قبلوا أمره. ثم قال الله: وآخرين ممن من الشياطين مقرنين في الأصفاد، هؤلاء لم يقبلوا أمره، فعاقبهم بالسجن والحبس. وهذا يدل على نفاذ أمره فيهم، ويدل، وهذا نقول ظاهر القرآن وظاهر السنة، على أنه كان يراهم، لأنه يصعب أن يحكمهم وهو لا يراهم، محال. وكان يحكمهم، وأنه كان يعلم لغتهم ويعلم كيف يتواصل معهم، لأن هذا دليله ما حصل في مجلسه، وهو ما سأل عنه السائل. فإنه لما بعث الهدهد، لما جاء الهدهد وقال: جئتك من سبأ بنبأ يقين، إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى آخر الآيات، تريث شأن العقلاء، قال: سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. بعد ذلك بدأ لنبي الله عليه السلام أن يأتي بعرش بلقيس، قال في مجلسه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به. بماذا؟ بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، أي معنى قبل أن ينفض المجلس، قبل أن يقوم الناس. وإني عليه لقوي أمين. قال الله بعدها: قال الذي عنده علم من الكتاب. اختلف في مراد الله جل وعلا من قوله قال الذي عنده علم من الكتاب على أقوال. قال بعض العلماء إنه سليمان نفسه، وعندي أن هذا لا يمكن أن يصح، أسلوب اللغة أباه. قال بعض العلماء إنه رجل آتاه الله جل وعلا اسمه الأعظم، وعندي أن هذا مرجوح، لأن سليمان أعلم من هذا. إذا كان بسم الله قضية تتعلق بسم الله الأعظم، فسليمان أولى. لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه جان لديه علم. فالأول عفريت لديه قدرة جسدية لكن ليس لديه علم، أما الآخر فعنده قدرة جسدية باعتباره جان، والجان أقوى، ولديه علم من الكتاب، والله أعلم ماهية ذلكم العلم. لكن الاكتشافات الحديثة دلت على شيء من هذا. فمثلا هذا البرنامج المبارك الآن يبث فيزيائيا، يعني يفرق ثم يجمع في الشاشة. لا يبعد أن يكون حمل عرش بلقيس بالطريقة هذه، واضح؟ يعني قد يكون هذا شيء من العلم، لكني كما قلت لا أجزم، لكن هذا تقريب للصورة، تقريب للمعنى. قال الذي عنده علم من الكتاب، ظاهر الأمر عندي أنه كان جنيا لديه حظ كبير من العلم. هذا ما يتعلق بسليمان. ما هي العلم؟ ما هي العلم؟ الله عند الله. نعم.